قاطع للوراء لست راجع من أجل مغرب حر ومستقبل لامع لا أخشى أحدا على حقي سأدافع أنا المواطن أنا صاحب القرار أنا التغيير أنا محدد المسار أنا التحدي لمن يفكر في الدمار يدا في يد سنواصل الكفاح أنا الطبيب أنا البطالي والفلاح كلنا معا لنشفي كل الجراح اعتذاركم مرفوض لا نريد السماح مجرم خطير يجري عكس الرياح إنسان بلا ضمير أو بالأحرى سفاح لا يبالي بالفخر فقط يفكر في الأرباح يصنع الحزن في عالم الأفراح وزيرة طماعة تستغل المياه ست دراهم للقارورة يا أسفاه ركز يا مقاطع بادني الانتباه تشبث بقرارك هدفك لا تنساه إعلام خفي لماذا لا نراه مجرد سلعة النظام اشتراه ركز يا مقاطع بادني الانتباه تشبث بقرارك هدفك لا تنساه إعلام خفي لماذا لا نراه مجرد سلعة النظام اشتراه تشرعت وقلت عن ما جويخ وما جا عنك هل صنعت الصواريخ من جهة أخرى قلتم أننا خوانا هل حاولتم يوما فهم معنى المواطنة الشعب الماسرة الخضراء قالوا عنه قاطع قاطع يا مقاطع وارتجي توب المصارع أجدادنا في الماضي ونحن في المضارع صامدون حتى تخفض الأسعار شعارنا يقول لا للاحتكار مهما طال الليل سيطلع النهار سننتصر ويزول الغبار على العديد من القضايا والأسرار منبت الأحرار مشرق الأنوار تعمقوا جيدا في هذا الشعار يعطينا الكرامة وليس الذل والعار كفانا عنصرية قمعا واحتقار المقاطعة هي أفضل أسلوب ليرجع الدفء لكل الجيوب كلنا معا لنحقق المطلوب ليحيط الستر كل العيوب هذا الانتصار سيبقى لنا محسوب توحد العقول في توحد القلوب لنريهم أننا أذكى الشعوب لنسترجع معا حقنا المسلوب الحليب في البلاد مستمر في الازدياد ودخلي اليومي لا يكفي في الاستمرار في العيش الكريم فحالي اضطرار دراهم قليلة قد تغير من مصاري ولا مسؤول واحد صادق على قراري لست بإرهابي ولست بانتحاري لماذا الكل ضدي يا معشر الأشرار هل نسيتم من وضعكم في تلك الكراسي من أعطاكم شأنا يا فاقد الإحساس حسابكم عسير وكله مآسي قاطع يا مقاطع إني أرى النصر آت واصل يا مقاطع فالزمان عنا قاس على حقي سأدافع